السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله. سؤال متكرر جدا في العياده وحتى كمان على وسائل التواصل على العلاج الامثل لحصوات المراره، وهل في علاج دوائي يعالجها ولا لا، او في اي اداه لتفتيت لحصوات المراره؟ الحقيقه الاجابه لا، مفيش علاج دوائي ولا في تفتيت لحصوات المراره. الحاجات دي فقط في حصوات الكلى او الحالب او الجهاز الدوري عامه. حصوات المراره علاجها الوحيد الجراحه او المنظار الجراحي، وان احنا نشيل المراره. طب هل كل مريض عنده حصوه مراره محتاج يشيلها؟ طبعا يعتمد على كذا عامل. لو عمل التهاب في المراره، التهاب مزمن للمراره، طبعا دي يفضل انها تتشال. وكمان بيعتمد على سن المريض وعلى حجم الحصوات. طبعا الحصوات الصغيره بنخاف انها اكتر، لان هي بتكون اكثر عرضه ان هي تطلع من المراره، تخش خلايا مريه، تعمل حاجه اسمها انسداد مراري وتعمل صفراء انسداديه. وهنا بنحتاج نعمل للمريض منظار خلايا مريه وشق مراري، وبنخش في قصه احنا في غنى عنها على الاطلاق. بالتالي المعلومه اللي عايز اوصلها لكم ان مفيش علاج دوائي سواء ان يقلل حجم الحصوات او ينزل حصوات المراره او يعالج التهاب المراره المزمن. العلاج الوحيد للحصوات المراره هو ان المراره تتشال بالمنظار. السلام عليكم.